السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة إبداعات وأفكار إلي. نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد فيه صنيدلات واعرين زوينين عجبوني، فحبيت أنني نشاركهم معكم ونعطيكم أفكار حتى يعني الموضة اللي دارجة هاد العام. فكاينين هاد الصنيدلات هادو اللي بالطالون ديالهم تيكون عريض، ما بقاش الطالون رقيق، دابا ولا الطالون عريض وجاو بالألوان بزاف اللي عجبني في هذا العام. يعني كاينين الالوان بزاف وكاينين موديلات عده، منهم هذا الموديل هذا اللي كتكون فيه بحال القنينبات من تحت، بحال الضفيرات كيجيو من تحت. كاينين بزاف في الالوان، وكاين كذلك جلد ديال النمر وجلد ديال الافاعي، فهو دارج بزاف هذا العام في لي صندال ولي ساك. وكاين كذلك حتى الموديل ديال البابيون، كتكون فراشه من الفوق، حتى هما كاينين بكثره وكاين في اللوينات. فبالنسبه للبنات الا بغيتو موديلات البيع فانا عندي فيديو في القناه، ما عليكم الا تضغطوا على الشعار ديال القناه غيدخلكم لي فيديو اللي كاينين عندي. الفيديوهات الاخيرين غتلقاو فيهم النيميرو ديال المحل، وشوفوا الفيديو فيه موديلات ديال داك المحل، يعني كاين موديلات راقيين والكاليتي مزيانه ديالهم. اللي بغات شي حاجه اتصل بهم. ونتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وما تنساونيش في لايك، واللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلو جديد. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا بزاف بزاف والدعم ديالكم، والله لا يخطيكم عليا. والى اللقاء، الى فيديو ثاني ان شاء الله.